اليوم ارحل، مصر تنتفض في وجه مرسي واخوانه يمارسون بلطجة القتل والفوضى. سوريا ترحب بانهاء وضع العراق تحت الفصل السابع، والمالكي يحذر من مخاطر ممارسات تحريضية تمزق بلاده والمنطقة. الجيش اللبناني يوقف عميلا اسرائيليا سابقا شارك في القتال الى جانب الارهابي احمد الاسير في صيدا. والجهات المختصة تضبط وكرا للعصابات الارهابية بداخله اسلحة متنوعة في حي العمارة بدمشق. مساء الخير. اسعد الله مساءكم. نشرة الاخبار الرئيسية نقدمها لكم من المركز الاخباري بدمشق.